والآن مع هذه النافذة الخاصة من معبر رفح مع زميل أحمد أبو زيد وشبكة المراسلين معه. إليك أحمد. شكرا جزيلا لك أميمة. بالفعل نحن عند معبر رفح البري الرابط بين مصر وقطاع غزة. في النافذة السابقة وعند ختامها كنا قد أشرنا إلى أن هناك صوتا واضحا للمروحيات الإسرائيلية العمودية، وفي ذلك الحين لم يكن معلوما ما إذا كان هذا تطوير لشكل الهجوم الإسرائيلي على المناطق الشرقية من مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، أم أن للأمر علاقة بمحاولة إجلاء بعض الجنود والعسكريين ما بين القتلى والمصابين بعد أن انتهت تلك النافذة. تابعنا التقارير التي كانت بالفعل قد أشارت إلى أن مروحية إسرائيلية ذهبت إلى المناطق الشرقية من مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، وتم تأمين عملية إجلاء واسعة على ما يبدو لعدد من العسكريين الإسرائيليين الذين كانوا بين قتيل وجريح. قبل دقائق قليلة أيضا كنا نتابع اشتباكات مباشرة على ما يبدو بين الفصائل الفلسطينية في محاور التقدم مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، وكان صوت الأسلحة الرشاشة والمتوسطة مسموعا للغاية، ما يعني أنه بالفعل التقارير التي كانت قد أشارت إليها وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان في الجانب الشرقي من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، والتي كانت تقول بأن بالفعل قوات الاحتلال لعلها قد بدأت توغلا بريا في هذا النطاق من مدينة رفح التي يعاني سكانها أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد والصعوبة قياسا بما هو عليه الحال كذلك في عموم قطاع غزة. والتقديرات أيضا التي كانت تشير إلى أن هناك ما يزيد على 400 إلى 450 ألف مواطن مدني من سكان مدينة رفح الفلسطينية في جنوبي القطاع اضطروا إلى الاستجابة والإذعان لقرارات الاحتلال الإسرائيلي بحتمية مغادرة مدينة رفح والاتجاه صوب مناطق أخرى في الجانب الغربي من خان يونس عند منطقة المواصي تحديدا، والتي كما تقول كل التقديرات والمشاهدات وكما تقول إفادات مراسلين بأنه لم يعد فيها موطئ قدم، وبالتالي فإن الجانب الأكبر من هذه الأعداد والإشارة هنا إلى أرقام تبدو كبيرة للغاية قياسا بمعدل النمو المضطرد الذي تقوم إسرائيل بإجلاء سكانه من مناطق مختلفة من مدينة رفح في جنوبي القطاع، والأمر ليس مقتصرا على ما كان معلنا إسرائيليا كما كان فيما مضى بالجانب الشرقي من مدينة رفح الفلسطينية، وإنما يشمل كذلك مناطق مختلفة من وسط رفح وكذلك من المناطق الغربية فيها. وهذا يشير أيضا إلى أن جانبا كبيرا من أولئك الذين يضطرون إلى النزوح لعلهم إما سيتوجهون إلى المجهول لأنه ليس هناك منطقة آمنة حتى تلك المناطق التي تصنفها قوات الاحتلال باعتبارها مناطق آمنة، هي ليست كذلك لأنها في أوقات كثيرة بل ربما في أغلب الأوقات تكون مستهدفة عدا عن عدم وجود الحد الأدنى الملائم لاستقبال هؤلاء النازحين من خيام مجهزة أو غير مجهزة، لأن جانبا كبيرا أيضا من هذه الخيام التي كانت قد نصبت في مناطق مختلفة تم رفعها أو على الأقل لم تعد قادرة على تحمل التغيرات التي تحدث في الطقس ما بين درجات حرارة مرتفعة وما بين موجات أمطار كانت فيما مضى، وبالتالي فإن جانبا لا بأس به من الذين يضطرون إلى النزوح إذعانا لقرارات قوات الاحتلال لعلهم يتجهون إما إلى المجهول أو سيذهبون مباشرة إلى تلك المناطق التي تصنف إسرائيليا بأنها مناطق غير آمنة. العمليات المستمرة على هذا النحو في الجانب الشرقي من مدينة رفح في جنوبي القطاع تقول بأن المؤشرات تبدو سلبية للغاية، حتى لو كانت الإشارات التي تصدر من السلطات الإسرائيلية أو من جانب حتى الإدارة الأمريكية بأن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تقدم الإشارات بأنها تخوض غمار عملية عسكرية موسعة أو كبيرة وفق المخاوف الأمريكية بين قوسين، لكنها وفق كل الشواهد تقول بأنها بالفعل باشرت عملية عسكرية في المناطق الشرقية من مدينة رفح ولعلها تمتد كذلك إلى بعض المناطق الأخرى، وهذا هو الذي ربما يضاعف من حجم المعاناة على السكان المدنيين في قطاع غزة الذين حيل بينهم وبين وصول أي درجة من درجات المساعدات الإنسانية والإغاثية التي كانت تتدفق شيئا فشيئا قبل أن تستولي إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وهو الذي ربما يفسر هذه الخطابات التي صدرت من الخارجية المصرية أو ما أفادنا به مصدر مطلع مصري للقاهرة الإخبارية بأن إسرائيل هي التي تحول بين المساعدات وبين وصولها إلى سكان قطاع غزة ردا على تلك المزاعم التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي قبل 3 ساعات تقريبا من الآن. المنطقة التي يفترض أن فيها الجانب الفلسطيني من معبر رفح عدا عن كونها مسيطر عليها من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية فإنها تقريبا ما بين فينة وأخرى لا تخلو من عمليات قصف مدفعي إسرائيلي أو استهداف مباشر من جانب طائرات الاحتلال الحربية أو حتى المسيرات التي كانت التقديرات تشير اليوم أن هذه المسيرات التي يفترض أن الاستخدام الأساسي لها هي طائرات ومسيرات استطلاع جرى استخدامها
استخداما ثنائيا، وبالتالي فإن عددا من المواطنين الفلسطينيين جرى استهدافهم من جانب هذه المسيرات. هذا فيما يخص الجانب أو النطاق الجنوبي من قطاع غزة في أقصاه تحديدا في مدينة رفح، لكن هناك معارك ضارية تدور في المناطق الوسطى، في المحافظة الوسطى، في المسيرات وفي البريج وكذلك في دير البلح، وهناك أيضا ذروة هذه الاشتباكات في الجزء الشمالي وتحديدا في مخيم جباليا التي تأتي منه الأحداث وتقول بأن هناك عملا ضخما وكبيرا واستثنائيا للغاية بالقدر الذي تسمع فيه أصوات الاشتباكات واصطياد دبابات المركفة وكذلك ناقلات الجند والمدرعات الإسرائيلية، إلى القدر الذي تابعنا فيه قبل قليل أيضا ما جرت الإشارة إليه من جانب فصائل فلسطينية بأنه تم استهداف قوة إسرائيلية متوغلة في شارع المدارس هناك، ومن ثم أتت القوة التي تحاول تقديم الدعم أو إجلاء المصابين ليتم استهدافها.